اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم الانباء من قناه النبأ الاخباريه. اعلن قائد ميليشيات الكرامه خليفه حفتر مساندته لغرفه عمليات الوادي في الحرب الدائره في صبراته، وذلك في اول تصريح له منذ بدء الاشتباكات في سبتمبر الماضي. وقال حفتر في تصريحات لوكاله اكل الايطاليه ان الحرب في مدينه صبراته لن تتوقف طالما لم تسلم المجموعات التي تقاتل غرفه العمليات سلاحها وتطلق سراح عدد من المعتقلين لديها. هذا وصف حفتر في تصريحاته ما يحدث في مدينة صبراتة بالحرب الشرعية من الجيش النظامي الممثل في غرفة عملية صبراتة وبعض الجماعات التي تمتهن الإرهاب وتجارة البشر على حد قوله. تعرض أمير غرفة عمليات الوادي في صبراتة العميد عمر عبد الجليل الثلاثاء تعرض إلى إطلاق نار وسط مدينة صبراتة. وقال عبد الجليل في اتصال هاتفي مع قناة النبأ قال إنه تعرض لإطلاق نار من قبل قناص أثناء تفقده لمحاور القتال وسط صبراتة، ومشيرا إلى إصابة أحد مرافقيه إصابة خفيفة. وفاد عبد الجليل خلال اتصاله الى في قناة النبأ بان الغرفة اوقفت اطلاق النار امتثالا لتعليمات رئاسة الاركان في مدينة طرابلس، ومحملا في الوقت ذاته المسؤولية للكتيبة 48 مشاة بعدم التزامها بتعليمات وقف اطلاق النار وفق قوله. أفاد مصدر من مدينة درنا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي على المدينة الثلاثاء منذ الساعة الخامسة مساء. وأعلن قطاع الكهرباء في درنا على صفحته على فيسبوك حدوث إطفاء كامل للتيار الكهربائي على مدينة درنا ومنطقة التميمي بسبب فصل في دوائر المراوة التميمي بحسب القطاع، ومؤكدا سقوط أحد الخطوط الرئيسية الرابطة ما بين مدينتي البيضاء ودرنا، ومشيرا إلى استمرار العمل على إصلاح الأعطال. أكد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج وجود فرصة لتحقيق الاستقرار في ليبيا إذا ما جرى الالتزام بما جاء في خارطة الطريق الأممية. وجدد السراج خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء في العاصمة طرابلس جدد ملاحظاته بشأن وضع إطار زمني لمراحل تنفيذ خارطة الطريق والاستفادة من التجارب الماضية في التعامل مع المعوقات حتى الوصول إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي العام القادم، وذلك وفق ما نشرته صفحة المكتب الأعلامي للسراج. ختام الموجز، شكرا لكم ودمتم في أمان الله.